منحييكم مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من رمضان والناس عبر قناة أوكريت وإذاعة أمواج وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بحلقتنا لليوم مثل كل حلقة رح نجول بأحياء محافظة اللاذقية وندردش مع أهلية، خلوكم معنا. مرحبا يا عم، كيفك؟ ان شاء الله بخير. يسلمك على راسي. الله يخليك ابو شو؟ ابو الزين. ابو الزين، عمي ابو الزين، كيفك اول شيء؟ الله يسلمك على راسي. ناطر حدا؟ زميلي رايحين على الشغل. الله يقويك. شو بتشتغل ابو الزين؟ اعمال حره. الله يقويك. مثل شو؟ مشكة. يعني شو ما صرنا يعني عم يصح لك شغل؟ الحمد لله. طيب الاحمر الحره متعب شوي ما لك شيء؟ اكيد. شو بتخبرني عنها اكثر؟ الحمد لله، بس تكون الصحة بخير، هي أهم شيء. الحمد لله رب العالمين. شو عندك أولاد؟ ثلاثة. لا الله الله يخلي لك ياهم. صغار كبار عم يدرسوا؟ صغار. صغار صغار لسه. مدارس يعني؟ أيوة ابتدائي. كيف مصاريف المدارس الأيام؟ بحر. لك لحي؟ لا تلحي. لا تلحي. شو الشغل اليوم؟ مشكة. يعني هلا موسم شو؟ ليمون؟ هلا في ليمون؟ ايه ليمون. في ليمون هلا؟ لك يا فاوي؟ مشكة. يا فاوي أبو السرة بالانسيا. أيوة. حلو. كيف أسعاره؟ ما الوا كل يوم شكل. كل يوم شكل. هلا انتم بتشتغلوا يومي يعني انت؟ أيوة. باليوم باليوميه. ايوه. قد ايه يوميتها؟ ما له حسب. حسب بكم ساعه بتضلوا بالشغل؟ أيوة بالضبط. ساكن بيتك ملك لما اجى؟ اجى. وعم يغلوا عليكم بالاجاره؟ في اكيد. كل شهر؟ كل ثلاث شهور؟ شو؟ كل ستة. كل ست شهور؟ ايوه. قد ايه بيزيدوا كل ست شهور؟ 150 حسب. 100,000؟ ايوه. قديش هلا الاجار اخذوا؟ شي 200. 200؟ والله غالي كمان 200. طيب شو بسوي؟ هذا وضع الحياة هيك. يلا خلينا نشوف شغلة إيجابية. صارت الكهرباء ساعة ونص. إيه ساعة ونص. إيه. منيحة. إن شاء الله تضل برمضان هيك. إن شاء الله. إن شاء الله. عراسي. عراسي. عمي أبو زين من بعد أمرك. بس إذا بتسمح لي في هدية من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللادية من إذاعة أمواج إف إم وقناة أوكريت، مقدمة من شاورما عربي ومن شركة جود. بتمنى تقبلهم منا ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا لك. البلد وعقائد البلد. مرحبا يا عم، كيفك؟ علي عمي، علي أبوي. رمضان كريم. الله يكرمك يا أبو. شو؟ أبو عمر. عاشت الأسامي عمي أبو عمر. الله يكرمك يا عمي. أكيد نحن عم نعيش أيام رمضان، ورمضان كريم ومبارك علينا أجمعين وعليك يا عم. آمين رب العالمين جميعا، إن شاء الله جميع الناس يا رب. الله يخلي لي. الله يكرمك عمي أبو عمر. شو عندك أولاد؟ عندي 4 بنات. الله يخلي لك. الله يسلمك. جوزوا؟ لا والله، 2 عزبات و2 متجوزات. عم يدرسوا؟ عم يدرسوا نعم، بالجامعة. 2 بالجامعة. بالجامعة؟ نعم. خبرني كيف تكاليف دراسة الجامعة هالأيام؟ والله هن عم بيشتغلوا حتى يصبوا على حالهم، لأنه أنا موظف متقاعد، ما خرج بيتي آجار الحمد لله، وما خرج أصرف عليهم، فهن بيشتغلوا وبصرفوا على حالهم الحمد لله. كيف الأجارات هالأيام؟ الحمد لله نور وهواء. قد ايه عم يأجروك بيتك بالشهر؟ ترك الامر صاحب الامر، لانه المبالغ هائله الحمد لله. الحمد لله رب. الحمد لله. اي طيب جنح احكي لي. الحمد لله. عم تشتغل انت عمو؟ اجي اشتغل متقاعد، انا موظف متقاعد، ما اخذ شغل. وضعي الصحي تعبان. في مشكله صحيه؟ طبعا، في عندي اختلال عصب سكري وعندي القلب. الحمد لله. يلا الحمد لله رب العالمين يا عم. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. الله يقويك والبركه فيك وبالصبايا كمان. الله يكرمك يا عمي، الله يكرمكم ويوفقكم انتم كمان، حنا عليكم. امين يا رب. عمو شو بتخبرني عن ايام شهر رمضان اللي عم نعيشها؟ يعني هو ايش من جمل الله يا محلى، ايام الحمد لله كل تعبانه ما في شيء. تعبانه. الحمد لله. الحمد لله. انا عايشين من القله. اي والله نحكي نكذب يعني. الحمد لله.
كل شيء نار، كل شيء غالي. الراتب ايش كفي الراتب؟ 200 و 285 الف ايش بساوي؟ هذا راتبك التقاعدي. تقاعدي. يطلع اجار البيت؟ لا والله. لا والله. الناس المحسنين اللي عم تحنون علينا الحمد لله، عم تحنون علينا ومستوره. غيرك ما في. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. الله يطول بعمرك ويمدك بالصحة والقوة يا رب. الله يكرمكم يا عمي، الله يوفقكم يا رب. طبعا عم من بعد امرك اذا بتسمح لنا امين اذا بتريد يسلموا ايديك، في هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناه اوغريت ومن اذاعه امواج اف ام، والهديه مقدمه من شاورما عربي ومن شركه جود، بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم. الله يكرمكم يا رب ويرزقكم يا رب، الله يسلمك ويرزقكم الصحه والعافيه. الله يمدك بالقوه والعمر يا عمي. امين يا رب العالمين جميعا ان شاء الله. شكرا جزيلا عمي ابو عمر. وصينا بشيء؟ الله يكرمكم يا رب، الله يكرمكم. يلا السلام عليكم، رمضان كريم، الله معك، الله معك. أبو عمار أول شيء طمني عنك وعن صحتك كيفك؟ والله الحمد لله يعني بساط ما كتير يعني هيك وهيك، أحيانا بكون صحتنا ممتازة وأحيانا بتكون ما كتير يعني. الحمد لله. الحمد لله، بس الحمد لله رب العالمين الحمد لله. عمو شو بتشتغل؟ أنا معلم متقاعد. كنت معلم؟ معلم متقاعد. أدي فرقت عليك الأيام؟ والله فرقت طبعا، وين الشباب وين الخطيرة الواحد، فرق كبير. عمي أبو عمار شو عندك أولاد؟ والله عندي 4. الله يخلي لك يا شباب صبايا. والله 2 باثنين. شو بتخبرني عن هالأيام إذا سألتك وعن أيام زمان بنفس الشهر؟ الأيام تغيرت ولا نحن تغيرنا ولا شو اللي تغير؟ والله تغيرنا، نحن تغيرنا، الأيام ما بتتغير، الناس بتتغير. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأنه أيام ما بقول لك أيام ماضية كان له بهجة، رمضان، بهجة العيد، بهجة الكذا، تغيرت من ناحية كل شيء. فينا نحكي من ناحية المادة. ليه؟ جوش بدك تحكي؟ يعني مادياً ما بقى مثل الأول يعني، والله كان بالأول كنا الحمد لله كان راتبنا ضعيف يعني، بس كان في يعني شيل، كان شيل. في هيدي الهدية من المركز إذاعي والتلفزيوني باللاذقية من قناة أوغريت ومن إذاعة أمواج. أول شيء بتحضرنا؟ والله بحضر. ايه والله بحضر. قناة أوغريت. قناة أوغريت. ايه والله. إذاعة أمواج بتسمعها؟ كويس. إذاعة أمواج بسمعها على شو اسمه، على الموبايل. إذاعة أمواج. الله يخليك يا رب. وهي الهدية من بن حسيب ومن بروستد كفا. بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم. رمضان كريم على الجميع، وكل سنة وأنتم سالمين جميعا وبنعاد على الجميع وعلى البلد بالصحة والعافية وبالسلامة والأمن والأمان على كل البلدان العربية. آمين. توصينا بشي عمي أبو عمار؟ الله سلامتكم على راسي. يلا السلام عليكم. الله يطول بعمرك. السلام عليكم. مرحبا يا خالتو، كيفك؟ اهلا الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. ام شو؟ ام محمد. اهلين خالتي ام محمد، اول شيء طمنيني عنك، رمضان كريم، كيف صحتك؟ الحمد لله انا الحمد لله رب العالمين منيحه ماشي الحال. الله يقويك. الله يسلمك. خالتو محمد شو عندك اولاد؟ عندي 3. الله يخلي لك اياهم، شباب صغار عم يدرسوا مجوزتيهم؟ لا شباب، واحد مزوجته. الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك يا رب. وصحتك كيفها خالتو؟ الحمد لله منيحه ماشي الحال، معي سرطان انا. سرطان ثدي. الله يشفيك يا خال. الله يسلمك. إلى معك الحالة؟ سنتين. هلا مراقبة، بناخذ أدوية يعني كل يوم حبة مع أدوية تانية طبعا هي، ومراقبة كل شهرين نعمل تحاليل وصور. شو عم يخبروك الأطباء؟ الحمد لله الوضع منيح الحمد لله إن شاء الله.
شاء الله يا رب. الله يسلمك. معناتها تصوير وتحاليل وادويه غاليين. اي والله غالي اكثر، يعني ما نعملوا لحسابنا التحاليل اكثر شيء بنعمل لحسابنا والادويه. الله يشفيك يا خالتو. ادويه السرطان ناخذها من المشفى. الله يشفيك يا خالتو، مع قلبك شر. الله يسلمك يا رب. خالتو شو بتخبريني عن ايام شهر رمضان الكريم؟ ان شاء الله كل عام وانت بالف خير اول شيء. بالف خير. ان شاء الله بنعاد على الجميع بالخير والصحه والسلامه يا رب. امين. خبر لك فرقت عن ايام زمان؟ اكيد فرقت كثير. كانت احلى ايام زمان؟ كان احلى، كانت في لمي اكثر وكل شيء كان احسن من هلا. يلا ان شاء الله بترجع هالايام ان شاء الله. ان شاء الله هيك القادم بيكون احسن، نحن ما عندنا غير هالامل نتمسك فيه ان شاء الله. بنتامل من الله والبركه فيكم يا خالد. تسلم، الله يوفقك يا رب. الله يطول لي عمرك خالته. من بعد امرك اذا بتسمحي لي. امين، يسلم ودياتك. خالته فهديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللادي، من قناه اوغريت ومن اذاعه امواج. اول شيء بتتابعينا قناه اوغريت وإذاعة أمور؟ إيه منشوف اثنيناتو. خالتو هيدي الهدية مقدمة من شركة اليوم، من مطعم شاورما عربي، ومن شركة جود. بتمنى تقبليون منا ورمضان كريم. شكرا كثير لكم. الله يشفيك يا خالتو. انت بخير، ضل بخير يا رب. الله يخليك يا رب. ميسرة دربك خضرة. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. بركاته أهلاً. كيفك؟ الحمد لله. تعرفني بحضرتك؟ فادي فيوت. أبو؟ أبو بشار. أبو بشار، مرحبا يا خالته. أهلين. كيفك؟ الله يسلمك يا أم. شو؟ أم فادي. أم فادي. فادي ابنك الله يخليك. الله يسلمك. أول شيء طمنيني عن صحتك. والله هبس وفرنك. لا إله إلا الله. زرياتي رحبي إن شاء الله، ومعي سكر وضغط وشو بيعرفنا. لا حول ولا قوة. أي والله، الله ما أحسن بشيء. هلا رايحة على الدكتور؟ رايحة على بيتي. والله امبارح رحت على الدكتور. شو خبرك؟ شو قال لك الدكتور؟ والله قال الدكتور التهاب أعصاب وشو بيعرفني. شو خبرك الدكتور يا خالة؟ قال لي معي أخذي هالدواء، هيدو دواء معي وهذا. التهاب أعصاب وضغط؟ ضغط وسكر، يعني ما يعني مرضاني من فترة إلى فترة منيحة مرضاني. بقى الله على الله. شو عندك اولاد؟ عندي اثنين. الله يخلي أولارة. لك كبار صغار؟ لا البنت صف تاسع والصف سادس بشار. الله يخلي لك الحمد لله. شلون مصاريف المدارس؟ الله يعين. ما تحدث، يلا شو نسوي، الحمد لله رب العالمين. تكترك الدنيا نهار نتلحق يا دوب تلحق. اي والله دوب تلحق. والله قاعد بغرفه بالاجار، غرفه وحده هو ومرته واولاده. شو بدنا نسوي؟ كيف الاجاره؟ غرفه وحده اعطيته هي ب 200 يمكن، مدري بقديش شيء والله. وكمان يعني رقم مانو يعني هي 200 مش بس تاع حصله. كنا مستقلنا في وحده والله بالزور يعني تسايعة يا حرام. مستاجرين بس رفعوا الاجارات 600 700 وعم نلحق بعد دوامنا عم نشتغل. عم تشتغل شيء ثاني اكيد ما؟ والله عم اشتغل بس هلا فتره تعبت شوي عم ريح. كنت تشتغل؟ انا موظف محطه قطار، عرفت كيف؟ وعم اشتغل مع واحد متعهد يعني بعمل بناء. ايوه بس تعبت هالفتره. سلامة قلبك. الله يسلمك. بدها جهد بدني ما؟ ايوه والله جهد وتعب. بتعرف انت ظروف الحياه، اذا مركت لي النهار صعب. خالته ام فادي الله يطول بعمرك ويمدك بالصحة. أيام زمان كانت أحلى من هالأيام؟ أي والله. أي والله كنا عايشين وما أحلانا و... يعني واحد عقد حاله كان ماشي حاله بس هلا والله والله يا دوب الواحد يشتغل شغلتين ثلاثة ليلة حق ما؟ والله أفي جوزي رجال كبير يعني بال 75 وأكثر. قاعد فينو يشتغل؟ قاعد بالبيت. لو والله نقد ما تسر يعني طلع تقاعد ما اشتغلت. الله يمدك بالصحه والقوه. الله يوفقك وان شاء الله الايام الجايه تكون احسن. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. من بعد اذنك خالته رمضان كريم. طبعا هي هديه مقدمه من مركز الاذاعه والتلفزيوني باللاذقيه، وهي مقدمه من شركه جود ومن شاورما عربي. بتمنى تقبلون منا ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى سوريا ان شاء الله وعلى شعبنا، وان شاء الله بضل رئيسنا. رمضان كريم يا خالتو. علينا وعليك ان شاء الله. الله يديمك يديمها الصحة يا رب. الله ميسره يا خالتو. دربك خضره. الله معكم. ميسره ميسره. مع السلامه.
السلام عليكم. مرحبا يا خالو. اهلا سلامات. كيفك؟ منيحة. كيفك انت؟ انا تمام، انت شو اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليك يا رب، الخير والصحة ينعاد على الجميع. ام شو خالة؟ ام محمد. الله يقويك يا رب. اول شيء خالته كيف صحتك؟ طمنيني عليك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. مشكي من شيء؟ لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب. شو عندك اولاد خالته؟ خمسة. الله يخليكم يا رب. شباب صبايا؟ عندي عسكري وعندي شاب متجوز وبنت مجوزة وثلاثة بالبيت. ثلاثة عزابية. ايوه. عم يدرسوا بعدهم؟ ايه لا خلصوا دراسة، اثنين صبايا وواحد عسكري. عم يشتغلوا؟ ايه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. خالتو شو رايك انا وياك نرجع بالذاكرة 15 سنة لورا واليوم؟ هذوك الايام ما في كان احلى منهم. هلا هدول وين؟ والله الله يساعد. والله العظيم الحمد لله رب العالمين ماشي الحال، بس بقى كان وقت زمان افضل بكثير واحسن بكثير. المصروف العيشه الدنيا هيك كان، حتى الناس كانت تزور بعضها اكثر. والله ايه والله. هلا ما بقى في مثل قبل. بس احنا تغيرنا خالته؟ والله العالم كلها تغيرت يا ابني، ما تم حدا. كل النفوس تغيرت، ما بعرف ليش. الله يفرجها الجميع يا رب. بس خالته يعني ان شاء الله نحن وانتم البركه، يعني ان شاء الله الايام الجايه هيك بترجع بتتحسن بتنعاد لك شلون بترجع مثل ما كانت ان شاء الله واحسن يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. خالته من بعد امرك امين اذا بتريد. شكرا. في هديه من المركز الاذاعي والتلفزيوني باللاذقيه من قناه اوغريت ومن اذاعه امواج اف ام، والهديه مقدمه من شركه اصاله مطعم شاورما عربي. بتمنى تقبليهم منا. رمضان كريم. سلام ايديكم. الله يرزقكم يا رب. الله يقويك ويمدك بالصحه والعمر يا خالد. يا رب يوفقكم. خلي لك عيالك. توصينا بشيء؟ سلامة قلبك. يلا السلام عليكم. باي باي. طبعا هيك بنكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم. بالتأكيد كل الشكر للأيادي البيضاء التي قدمت هذه الهدايا. منودعكم على أمل لقائكم بحلقة جديدة. سلام.